لو تسمح لي بسؤال تاني يا أستاذ عبد الحليم، يعني لما هم كل ده وهذا القصف وهذا الضرب وهذا القتل الوحشي وكل ده علشان نطلع عناصر حماس، هم هل نجحوا بالفعل في ما هو ده السؤال؟ انت تحارب 130 يوم ومش عارفين حد الى متى بقى؟ جيشا غير منظور، جيش مش منظور، وفي حرب غير متناظره، وبالتالي تردد اوهاما تلو الاوهام ان انت انتهيت من منطقه وتقدمت الى منطقه تانية. الفكره الاساسيه عند اسرائيل الان انها جنرالات التيه، وبالتالي رئيس الحكومة نفسه ربط مصيره بمصير استمرار هذا الحرب واستمرار هذا القتل واستمرار هذا التجويع واستمرار هذه الإبادة الجماعية. هنا أمريكا تحس بقلق لأنه مش حليفها، شريكها لم يحقق شيئا، ونريد أن ننقذ رأسه لأنه بذلك بيسيء إلى سمعتنا في العالم كله، دمر سمعتنا الأخلاقية كوننا رعاة وشركاء في حرب الإبادة الجماعية، وبالتالي أي دعوة أخلاقية تصدر مننا ستكون مسارا للسخرية على نحو ما فعل جوزيف بريل، أكثر مما أكثر من السخرية اللي نالتهم بالفعل. وفي نفس الوقت لم نحقق شيئا لأن حلفائنا العرب أو أصدقائنا العرب أو الدول العربية نضعها في الحرج باستمرار. ومن هنا فرق حكومة إسرائيل في واشنطن من حكومة إسرائيل في تل أبيب، أن حكومة إسرائيل في واشنطن تدرك العظة مما جرى بأكثر مما تدركها حكومة تل أبيب، ولذلك تريد وقف هذه الجولة وتتجاوب على نحو ما يجري فيما نعرفه من المفاوضات التي انتقلت من باريس إلى القاهرة ولا زالت جارية إلى الآن. فهنا الفروق هي فروق درجة وليست فروق نوع. في النوع بايدن يستطيع أن يقول مما نقل عنه عن نتنياهو انه هذا رجل ابن مش عارف ايه، ودي شتيمة سائدة في امريكا يعني، طبعا لا تقال على الهواء، وفي نفس الوقت ولا برا الهواء وفي لا ما هو قالها برا الهواء، هو يقولها في امريكا اذعوها على الهواء وسألوه وسألوا البيطلب. فهنا الفكرة ان امريكا فيما تفعله سواء في اسرائيل، في اسرائيل ده موقف تقدر تقولي مقدس مقدس بين قوسين ثقيلين. اثنين في تايوان معروف انها تحاول اعاقه الطموح الصيني والتقدم الصيني.